توحة، ليش ليش اتأخرت يا توحة؟ وانت تعرفين ان الحالي بالشقة، قصدي يعني مشان تروقين الشقة وتنظفينها. يا شيخ انا جاية في ميعاد. زين اقول لك، ادخلي المطبخ واعملي لي من تحت دينك الحلوين هذولا وجبة اكل، لاني جوعان، انا جوعان يا توحة. عينيا. توحة اقول لك، نادي على البواب من شباك المطبخ وقولي له يطلع لي الحين. ماشي يا شيخ. وبعاد كنتم ولا قريبين لمرادنكم، دايم سالمين، وليلة ليلة 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 ليلة. أقول لك يا حج، تروح الحين عند أبو الكوامل، تعرف أبو الكوامل؟ تقول له انطيني الأمانة للشيخ عبد الله، ها؟ خذ ادي له الفلوس وقول له انطيني الأمانة للشيخ عبد الله، فهمت؟ فهمت يا باشا. ما تتأخر يلا. أوكي يا باشا. يلا ما تتأخر. حاضر. وبعاد كنتم ولا قريبين لمرادنكم، دايم سالمين. خير يا شيخ عبد الله؟ عاوزني اطبخ لك حاجه غير الكوسه؟ توحتي انا شفت نفسي متوحش بالصاله، قلت اجي اتسلى وياكي. طب ما تقعد بره في الصاله احسن، تقعد على الكنبه تتفرج على المسلسل، تفتح كده المكيف، ده حتى الجو هنا يعني خانق او حر. حر؟ انا اللي حران يا توحه، بس الجو هين منعش. ما تجيب من الاخر كده يا شيخ عبد الله، عشان يعني تريح وتستريح. احسن كلمه قلتيها يا توحه، جيبي انت من الاخر. من الاخر اللي في دماغك ده مش هيحصل ابدا. وان كنت فاكر انك انت مشيت مراتك وابنك وكابور عشان تستفرب بيا، مش هيحصل. وسيبني في حالي بقى، خليني اطبخ ولا اسيب لك البيت وامشي. لا لا تمشيني تروحين فين وتسيبيني لحالي يا توحة؟ ماله حالك يا اخويا، ماله حالك احسن من حالي. ما تسيبني في حالي بقى، كفايه الغلب اللي انا فيه. غلب؟ ليش غلب يا توحة؟ ليش غلب؟ توحتي اني بير ماله قرار، فضفضيلي قولي اللي نفسك بيه يا توحة وانا اسمعك. توحتي اني ربنا بعدني مشان احقق لك احلامك، تبين فلوس انطيكي، تبين ذهب اجيب لك، امريني بس يا توحتي. لا تامرني ولا امرك، خد بعضك واطلع اقعد برا بدل ما اسيب لك البيت وامشي. خلاص خلاص خلاص، ما تتعصبين، اهدي اهدي. ما تنسينا الكوسة، أريد أكل كوسة. الكوسة في دماغك. بقولك إيه؟ أي هي البوكة اللي معاكي فيها إيه؟ فيها شكلها كده فيها هدوم مش كده؟ آه. طب إن شكلك كده دلالة صح؟ أيوة دلالة. طب ما توريني كده حاجة من اللي معاكي، في حاجات كده الغلاب اللي زينا، ولا اللي معاكي كله للناس الهاي اللي بتدفع فلوس كتير؟ يا اختي عيب عليك، ما تقوليش كده، عيب عليك، انا تحت امرك ومن عينيا لجوه. قولي كده حاجه من عينيا يا اختي. يا لهوي يا ولاد الكلب، الحقوني يا ست. يا لهوي الحقوني، اخدوا البيضاء. انا اشتروا منك حاجه. يا لهوي اخدوا البيضاء، اخدوا البيضاء. يا روح الاسم، على روح الاسم. يا لهوي يا لهوي علي خالص، الانتقام يا الله. ونعمل وكيل. نعم يا روح امك. بضاعة ايه يا بنت اللي اتسرقت؟ شايفاني يا بنت مختومة على قفايا؟ ابي بفلوس يا بنت، البيت ما فيهوش ولا مليم وما فيهوش اكل، وابوكي لو راجع وما لقاش اكل هيطين عيشتنا. يلا حرام عليكي، مش كده، ما تبقيش انتي والزمن عليا. بقول لك وحياة منعم، ان شاء الله عدم دنيا واخره، البضاعة كلها اتسرقت. والواد ذنبه ايه يا بنت تعجبيه ان شاء الله انتي؟ وريني يا بنت، فين الفلوس يا بنت؟ وريني. فين يا بنت الفلوس؟ مخبيها فين؟ خلاص ارتحتي؟ بردت نارك؟ عرفتي ان مفيش فلوس؟ قسما عظما يا بنت بطني، لو ما عبيتي بالفلوس لوريك المحن والكون كله على اصول. بقول لك يلا بحلف بوحيات ابني. ايه لو كنت تعرفيني بصحيح كنت هتعرفي ان انا ما بكذبش عليكي. يا بنت ده انت عمرك ما قلتي كلمتين على بعض صدق. طيب فرضنا صدقتك، هتقعدي يا اختي حطالي ايدك على خدك ولا تتحركي وتتلحلحي شويه؟ يعني عايزة اعمل ايه؟ سيبك من شغلانه الدلاله دي خالص، انزلي اشتغلي اي شغلانه. ايه اكش حاجه تشتغل في البيوت الا شغلانه البيوت؟ ولو هموت من الجوع مش هشتغل الشغلانه دي. لا يا روح امك، هتشتغلي يعني هتشتغلي، احنا عايزين فلوس، اتصرفي يا اختي.
حكيتيش ليه اول ما اتسرقت يا بنتي؟ على الاقل كنا عملنا نشرب اوصاف العربيه وجبناها بدري. والنبي يا باشا ما اعرف ايه اللي حصل. اول ما اتسرقت اتشال التفكير، قمت رايحه على بيت امي على طول، ويا ريتني ما رحت لها. ليه؟ مفيش، الوليه مش مصدقاني. سالتني فين الفلوس؟ قلت لها اتسرقت. قالت لي يا اما الفلوس يا اما مالكيش اكل في البيت. مالكيش اكل؟ يعني ايه الكلام ده؟ هي كده، يا الفلوس يا مفيش اكل في البيت. طب بذمتك يا باشا هشهدك، انا كبيره واقدر استحمل ما اكلش، لكن ذنبه ايه الواد ما نعمتني ما ياكلش؟ لا اله الا الله. طب اهدي، طيب هتتعدي. والله يا باشا سلمى فلوس ومش عارفه هرد الدين اللي عليا ازاي. خدي خدي امسكي دول. لا يا باشا ما يصحش. يا بنت امسكي، سد ديونك وهاتي بدل البضاعه اللي اتسرقت. ربنا يخليك ليا يا باشا، ربنا يكرمك دنيا واخره. انت هتقعدي تدعي لي بقى ساعتين؟ بدهم سلف، انا مش بديهم لك كده يعني، بس اول ما الدنيا ترستع معاكي هتيجي تجيبيهم لي تاني. حاضر يا باشا، هستأذن انا بقى. اقعدي يا ولد. دوم يا باشا. بقول لك ايه، ايه رايك تشتغلي حاجه تانية جنب الدلاله دي؟ اشتغل ايه بس؟ والاقي وقت منين يا باشا؟ شغل كتير يا بنتي، هنزلك عند واحد مخدماتي يوديك عند واحد تشتغلي عنده في البيت. شغاله يعني يا باشا؟ ماليش فيه. بعدين مؤاخذه يعني، هو حضرتك متفق عليا انت وامي؟ امك؟ امال انا شغاله؟ مش احسن من لافه في الشوارع ليل ونهار وفي الاخر تجيلي مضروبه ومعيطه؟ بس انا يعني يا باشا لا مؤاخذه يعني، ماليش خلق يعني حد يتأمر ويتشرط عليا ويقول لي شيلي ده من هنا وروحي اقعدي هنا وما تتحركيش من هنا. ماليش خلق لده يا باشا. وزه، لو قلت لك ان انا عايزك تحطي عينيكي على الراجل ده تراقبيه يعني، هتقولي لا برضه؟ يعني انت يا باشا عايز تشتغل مخبره مع حضرتك؟ اه مخبره مع حضرتك. معاش ولا كان يا باشا اللي يقولك على حاجه لا ولا يرفض لك طلب. اتفقنا يا وزه، هبعتك لواحد مخدماتي اسمه عم نوح، هو ده اللي هيوديك عند الراجل اللي انا عايزك تروحي عنده. حاضر يا باشا. حاضر. يلا. توحة خليك انت يعني، راح افتح الباب، روحي كملي شغلك بالمطبخ. اطبخي لي واكل زين حلو. يلا يا توحة. يلا يا توحة. ابو الكوامل على وش التاخير يا ابو الكوامل؟ اعمل ايه بقى؟ على ايام الراجل العطار عمل لي الخلطه واداني الحجر. خد ايش حجر جهنم؟ حجر جهنم؟ حجر جهنم يعني ايه؟ شيء بلا عارف. لا جد بلا ايه، ما توديش نفسك في داهيه. الخلطه هي اللي هتتدوب في ميه وتشربها، الحجر ده بقى تدهن بيه. والله شكلها وصفه زينه يا ابو الكوامل. اي خليك نار. تريد اصير نار؟ انت ما تريد؟ لا لا خلي بقى، جيب واحد بس على قد ما ايدك تطلع. ما يصير، اشكرك يا ابو الكوامل. بسم الله ما شاء الله. الف سلامة. الله يكرمك. بامان الله، بامان الله. ادعي لي يا ابو الكوامل. الله، حجر جهنم. يا محلى بيا يا رز على ملوخية، يا كنت قاعدة اتغدى وضربني بالمخدة في لا ايه ده؟ ايه ده؟ قفشتك؟ ايه اللي انت بتتفرجي عليه ده؟ ده انا كنت فاكرك قطه مغمضه بتتفرجي على مجلات. يا نهار ابيض، ده كلام برضو. قولي لي بقى، انت بتتفرجي على الحاجات دي من امتى وجبتيها هنا ازاي؟ انطقي. دي انت هتاخدني بدوكه بقى؟ انت اللي شايل الحاجات دي ليه؟ دي حاجات استغفر الله العظيم. دي لا استغفر الله العظيم ايه؟ دي كتب المدرسه. كتب المدرسة؟ هبلاني، ما رحتش مدارس، دي حاجات حرام وعيب وهتدخلك النار. طب وحياتك انت، دي كتب مدرسة. طب قوليلي، انت سبت المدرسة وانت في سنة كام؟ تالتة أول. دي بقى خمسة تالت. شفتي، انت لو كنت كملتي كانوا يدوك الكتب دي. طب طالما يعني هي كتب مدرسة،
خبيتها تحت المرتبة ليه؟ ده انا خبيتها عشان اختي مريم، ماما قالت لي ان انا اخبيها كده عشان هي لسه ما خدتش الكتب دي في المدرسة. شفت بقى؟ سيبيني بقى اذاكر عشان انا عندي امتحان رهيب في صفحة 10. ماشي؟ وادعي لي. ربنا يوفقك. توحة توحة، أنا جوايا كلام كثير أريد أقول لك عليه. أنا قلت لك مش هتلمس مني شعرة، اديني المفتاح وخليني أنزل. تنزلي تروحين فين وتتركيني لحالي يا توحة؟ والنبي ما تضايق خلقي بقى بدل ما ألم عليك الناس كلها وأرقع بالصوت. ترقعي بالصوت وتفضحين نفسك وتبقين توحة المفضوحة؟ لا هفضحك أنت. ما حد راح يصدقك، راح أقولهم إنك سرقتيني. أنا سرقتك؟ ليه كده يا شيخ؟ ما حرام عليك كفايه الغلب اللي انا فيه. سرقتيني يا توحه، سرقتي قلبي. بقول لك ايه؟ زي ما انت كده، قول كل اللي انت عايزه، انا نازله من باب المطبخ. يعني قفلت باب المطبخ قبل ما تيجي؟ هي بقت كده؟ ماشي. يا مجنونه، انت مين؟ انت مين تعمل ايه يا مجنونه؟ مش انا بقى سرقتك وهتسجن؟ اعمل بقى اللي انا عايزاه واخد حقي. لا 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 اشتريه اشتريه. خذي خذي المفتاح يا مجنونه، خذي المفتاح. امشي امشي، جاتك مصيبه تشيلك. انا ناقص مجانين. امشي كلامك يشغل بالسكه على دماغها. اعوذ بالله. اعوذ بالله منك ومن اشكالك. زين يا توحه زين، انا راح اوريك ايش راح اسوي فيكي.